ومعنا عبر الهاتف العقيد محمد المنصوري، رئيس قسم إدارة عمليات المرور بوزارة الداخلية. العقيد محمد المنصوري، هل هناك طرق مغلقة حاليا بفعل السيول، وهل من بلاغات جديدة وردت إلى غرفة العمليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين. بصفة عاجلة الآن راح استعرض أبرز الطرق اللي الآن تم إغلاقها الآن نتيجة الأمطار الشديدة اللي زادت الفترة نص ساعة الماضية. الآن عندنا طبعا نفق الدائر الرابع مع طريق الغزالي امتلأ تقريبا بالماء وتم إغلاقه بالاتجاهين مع تحويل المسار إلى طريق الدائر الرابع. عندنا أيضا الرابع مع طريق المغرب السريع يمينك حولي باتجاه المدينة، أيضا تم إغلاق النفق باتجاه المدينة نتيجة ارتفاع منسوب المياه. ايضا بالنسبه للدائر السادس مقابل الاستاذ جابر بالاتجاهين، الان تم اغلاق الدائر السادس الرئيسي مع تحويل الطريق الان الى المناطق الداخليه الجانبيه. الدوريات طبعا الان متمركزه في اكثر من موقع، اذا تسمحوا لي الان استعرضها الان بشكل سريع. الو، تفضل العقيد محمد، تفضل. اي نعم، عندنا الان طبعا عندنا الطريق الثالث مع القاهرة، الدائري الثالث مع تقاطع مع شارع القاهرة الآن ممتلئ بالماء منسوب عالي. تقاطع اللي هو الدائر الرابع مع مطافي السالمية لنهاية الدائر الرابع الآن أيضا ممتلئ بالماء بشكل كبير. الدوريات متواجدة نفس الموقع، أيضا الجهات المعنية قاعدة تباشر إجراءات السحب المياه قدر الإمكان. طبعا هذه عندنا ايضا طريق الرياض السريع على يمينك منطقه اليرموك اللي نازل على الدائره الخامس باتجاه الجهره تم اغلاقه وتحويلها باتجاه السالميه نتيجه الامتلاء الفرعي. ايضا عندنا طريق الان الشحن البري اللي طالع من منطقه صباح الناصر، المواطنين طبعا طالعين منطقه صباح الناصر يمينه الشحن البري ويسار صباح الناصر باتجاه الدائر السادس. الفرعي المؤدي باتجاه الجهره تم اغلاقه لوجود انهيار بدايه الفرعي او هبوط كبير بدايه الفرعي، تم اغلاق هذه الطرق طبعا من قبل الدوريات مع تحويل المسار. اللي نتمناه الان عبر تلفزيون دوله الكويت الجميع المشاهدين طبعا البقاء في منازلهم في الفتره الحاليه لاعطاء فرصه للجهات المعنيه للتعامل مع المواقع اللي تكلمت عنها في عجاله، لكن نرد ناكد عليهم امانه عدم الخروج في هذه الاوقات الان من الامطار الغزيره تعتبر. وايضا هناك اكثر من طريق مغلق الان طبعا قاعد تجينا البلاغات اول باول وراح يكون لنا تواصل معاكم. اللي نتمناه ارد اكد مره اخرى عدم الخروج الان في هذه الفترات. طبعا لما ننتهي ان شاء الله أو الإخوان بالجهات المعنية يقومون بانتهاء من هذه الإجراءات. عقيد محمد، ما هي الجهات أو الوزارات المعنية التي تتعامل مع إغلاق الطرق ومعالجة السيول؟ نعم، احنا كإدارة عامة المرور ممثلة بقطاع المرور الآن أكثر من 230 دورية منتشرة من قطاع المرور بالإضافة للقطاعات المساندة من قطاع النجدة والأمن العام. عندنا الآن الجهات اللي قاعد نتعامل معها أو قاعد نعزل لها المناطق الان اللي تعرضت لارتفاع منسوب المياه اللي هي وزاره الاشغال، ايضا الهيئه العامه للطرق بالاضافه لبلديه الكويت. الان هم اللي قاعد يتعاملون في المواقع كل حسب اختصاص المكاني. احنا دورنا كدوريات نعزل هذه المناطق لتقليل الاضرار سواء الماديه او اذا كان هناك اصابات او اختناقات، احنا نمنع دخول السيارات في هذه المواقع اللي بلغت عنها تجنبا. للاسف الان وانا قاعد اكلمكم اكثر من بلاغ من الدوريات بالرغم من تسكير الدائر السادس الامتلاء بالمياه، طبعا في بعض المركبات اللي امانه اللي عنده قله بالوعي قاعد يصعد فوق الرصيف يتجاوز الدوريات ويدخل مره ثانيه بنص الماي، فهذا طبعا سلوك سلبي. نتمنى انه يكون في تعاون اكثر من البعض وليس الكل من البعض بهذا الخصوص.
نعم احنا لما نسكر لسلامتك وسلامه الاخرين او اللي معك بالسياره. نعم فاتمنى انه يكون الوعي. نعم والارشاد. نعم، العقيد محمد المنصوري رئيس قسم إدارة عمليات المرور بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك، ونهيب بالمواطنين الالتزام بجميع التعليمات وتوخي الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، ومتواصلين معكم في نشرتنا.